ويلكم مستر بلير. مثلا ام بي فيها 18 ناشئ، هل هيظل ان هو يعتمد على نفس السياسه دي من اللاعب 18 ناشئ في ام بي، ولا هيعتمد على القوم الاساسي لان المنافسه على الدوري الموسم ده صعبه جدا اللي كانوا موجودين في الدوري متقيدين معانا يعني. اوكي ام بي دي هاف 13 فروم ذا يوث فروم ذا يوث سيكتور 13 بلايرز فروم ذا يوث سيكتور هي يوست تو بلاي ويز ذا بريفيوس كوتش. So are you going to use the same system using this, the youth people, the youth players, or are you going to use more the players in the first team? See, if they have a quality. لو عندهم الجودة اللي تسمح. You know, the word I give to my players yesterday when I came to introduce myself in the dressing room. الكلمة اللي امبارح وهو بيقدم نفسه ليهم في غرفة الملابس في النادي. All players they was there. كل اللعيبة كانت موجودة. What I have said to them. اللي قال لهم هنا كله أساسي كله احتياطي. هنا كله أساسي وكله احتياطي. المنافسة على الدوري صعبة جدا. يعني طموحه ينهي مع انبي في المركز الثالث، لسه انبي ما ضمنش الصعود للهبوط، لسه فاضل له winning the league is bit difficult at the moment. So what's your plan or what do you think is we gonna end this league We know since more than 20 years here the league can be win only by 2 or 3 teams, no more. Nothing changed here. طويلة الدوري بيفوز بالدوري بس فريق او اثنين او ثلاثة بكثير. لسه بينافس على الهبوط، لسه ما ضمنش البقاء في الدوري الممتاز. هل يعني شاف يو سيل بلاينج تو ستي ان ذا ليج اصلي طموحه ينهي في المركز الكام؟ وات دو ثينك وي جونا اور وات شاف المنافسه هيبقى صعبه ان ذا ليج تو دو ذا ماكسيموم از اي كان. هو ان احنا نعمل بكثره جهدنا ان احنا نوصل لاعلى مركز. ايه اللي اختلف في الدوري المصري من ايام ما كان قبل كده؟ واتس ديفرنس بتوين ذا ايجيبشن ليج ات ذا مومنت اند وين وي يوز تو بي هير؟ تو ماتش بيج ديفرنس. في اختلاف كبير قوي. All teams they are very close to the same level. كل الفرق دلوقتي قريبة قوي من بعضها في مراكز قريبة قوي من بعضها. The matches when you see the matches. لما تتفرج على الماتش انت حتى المستوى بتاع اللعيبة في صنف الفرق بقى قريب قوي من بعض. لما تتفرج على الماتش شايف الماتش فيه كورة. Even the teams. حتى الفرق هو داون ناو. حتى الفرق اللي في المنتخب في اخر الدوري دي ار ان دانجرس. دخل الجدول اللي في خطر دي كومبليكيت سو ماني ماتشز دي هاف بلايد دي ميك سو ماني ماتشز ديفيكولت فور ذا اوبننج. عم مراد كويسه قوي وصعبه جدا لاي خصم ليهم. شايف مين هيبقى المنافس الاقوى على الدوري هياخد اللقب السنه دي بحكم متابعتك للدوري المصري؟ في ماتشنج ايجيبشن ليج اند فروم فولينج ذا ايجيبشن ليج وات دو ثينك ويتش تيم جونا وين ذا ليج؟ الاقوى اهلي زمالك بيراميدز difficult very difficult. الموضوع صعب انه يقف يومه دلوقتي very difficult. صعب جدا. You see for example زمالك اهلي big teams big clubs but we have seen this last matches the performance of زمالك and اهلي الاخير الاهلي والزمالك المستوى is not very مش احسن حاجه very comfortable okay but they are big teams things could be changed like that. يعني بس هما فرق كبيرة الأمور ممكن تتغير في ثانية. بالتوفيق و I am very 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 happy to see you in Egypt again وبتمنى لك التوفيق. I'll do my best for Egyptian football. ميرسي.